أخيرا قرر كاتب مصري أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية في انتخابات 2011. نتحدث عن الكاتب أنيس الدغيدي الذي كان من أوائل الذين أعلنوا عن خوضهم لمعركة انتخابات الرئاسة القادمة. إذا كنت لا تعرف أنيس الدغيدي من المشاكل التي أثارتها حواراته وتحقيقاته الصحفية، فبعت الكتب في أرصفة وسط البلد وإسكندرية وفي معرض الكتاب يعرفونه جيدا، ويعرفون كتبه المثيرة للجدل والتي تحقق مبيعات عالية. ربما كان من أشهرها كتاب من جزئين صدام حسين لم يعدم، وهو كتاب حقق مبيعات ضخمة بسبب النظرية التي يطرحها حول كون إعدام صدام حسين فيلم كده وكده. مؤخرا وقبل إعلانه عن ترشيحه للرئاسة، أصدر أنيس الدغيدي كتابين مرة واحدة عن أوباما، هما أيام أوباما السوداء وأوباما مسلما ليس مسيحيا وأمه أمريكية مسلمة وأبوه مسلم كيني. أنيس الدغيدي من مواليد عام 60 وله 49 كتابا منها روايتان. في المجتمعات المتقدمة عندما يظهر كاتب مثل أنيس الدغيدي تتم دراسته لنفهم لماذا تنجح كتبه في الوصول إلى الناس بهذا الشكل. هنا محاولة للاقتراب من عالم هذا الكاتب المثير للجدل. تعالوا نشوف. أنا أنيس الدغيدي كاتب ومجتهد في هذه المهنة كما يقولون. كتبت منذ تقريبا وأنا في خمسة ابتدائي إلى الآن، ويعني أنا عاشق نهم للكتابة وللقراءة وللدراسة وللبحث. أول كتاب كتبته كان ديوان شعر اسمه صرخة المجهول. حتى بعض أصدقائي في بداية أنا ما كتبت اسمه أنور محمود ببلدياتي، فقال لي يعني تقصد صرختك أنت كمجهول يعني؟ قلت له لا، أنا بداخل كل منا مجهول يصرخ هذا المجهول في آفاق رحبة ويعبر عن أشياء كثيرة. هذا أول ما كتبته كهاوي. بعد ذلك كتبت مجموعة قصصية بعنوان غريبان عندما نلتقي. ثم بعد ذلك كتبت كتابي المهم وهو انحرافات الفن والسياسة، وده كان أجرأ حوار مع اعتماد خرشت. أما فيما يخصني أنا شخصيا، فأنا الحقيقة سعيد بهذا اللقاء، سعيد بهذه المقابلة، وسأفجر هذه القنبلة من هنا من لديكم أنتم، وهي أنني سأخوض انتخابات رئاسة الجمهورية على مقعد الرئيس 2011.
مسلسل ترشح الدكتور محمد البرادع لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة يثير ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، واليوم نظمت الجمعية الشعبية لحماية مصر محاكمة للدكتور محمد البرادع، وقاموا بتوجيه العديد من التهم له. كتابي نهب النفط نزل السوق من 3 سنوات، وكان إهدائي في الكتاب للدكتور محمد البرادع. قلت له إلى الرجل الذي خرب العراق وسيخرب العالم الإسلامي والعربي فلان الفلاني، فحدثني مشكورا وهو على رأس عملي في وكالة دولية للطاقة الذرية، وحاول أن يبرر موقفه. تقاريره الرسمية ولدي صورة منها السرية التي كتبها، قال بأن مصر بها يورانيوم شديد الخصوبة، عالي الخصوبة، مصر التي يريد أن يحكمها الدكتور محمد البرادعي، بينما في المفاعل النووي ومصر صنفها الدكتور البرادعي نفسه صاحب في المرتبة الثالثة قبل كوريا. انتظروا قناة الشباب الفضائية في ثوبها الجديد. من يملك مصر؟ اهلا بيكم اعزائي مشاهدين مرة أخرى، وفي أهم فقرات برنامجنا النهاردة برنامج من يملك مصر. برنامج من يملك مصر هو زي ما قلنا إن هو بيفتح أهم الملفات وبيشوف أهم الأحداث. النهاردة إحنا بنعيش عام، يعني أنا سميته عام الحسم، أو كما ذكر بعض الخبراء السياسيين إنه عام الحسم لما له من أهمية. بمعنى إحنا دلوقتي قاعدين في فترة فيها انتخابات الشورى شغالة، بعد شهور قليلة ستبدأ انتخابات مجلس الشعب، وبعدها أيضا بشهور قليلة ستبدأ أهم انتخابات في حياة المصريين وهي انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة احنا هنركز عليها النهاردة لما لها من أهمية، لأن الانتخابات عموما كل الناس عارفة إنها سواء شورى أو شعب اعتيادية، بمعنى إن هم عارفين من هو المرشح، بيعمل إيه، بيفيدهم بإيه، بيختاروه، بيروحوا يدوا بأصواتهم وبيكونوا مجلس الشعب أو الشورى. ولكن انتخابات الرئاسة كثير منكم هيقول طب ما هي كانت موجودة 2005،
ايوه كانت موجوده 2005، ولكن كانت اول مره نعمل فيها انتخابات رئاسه. يعني نقصد انها كانت بروفه، بمعنى ان النهارده اصبح لدينا كثير من الاسماء التي اعلنت ترشيحها بالفعل، ومعانا منهم الاستاذ انيس الدغيدي الروائي المعروف. بنرحب بحضرتك استاذ انيس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وكان طبعا هيشرفنا برضو النهارده الدكتور عبد الله الاشعل، ولكن هو اعتذر في اخر لحظه وظروف خارجه عن ارادته. قال انا اسف جدا، ولكن بنوعد الساده المشاهدين ان احنا بدل فتحنا الملف ده هنحاول نجيب كل مرشحي الرئاسه. استاذ انيس، هناك عبارة مهمة جدا وشهيرة جدا حضرتك مش يعني تشتهر بيها، وهي أنا هنزل ترشيح الرئاسة 2011 حتى لو علقوني على باب زويلة. ده صحيح، حضرتك بالفعل قلت هذه العبارة؟ طبعا أنا قلته في أول تصريح للوكالة الأنباء الألمانية، فقلت الصحفي مشكورا والإعلام اللي بيسألني، فهل يا أستاذ أنيس هتدخل الانتخابات إلى آخر مدى وإلى آخر خطوة مهما كان الثمن ومهما كان المقابل؟ قلت له الحقيقة أنا هدخل انتخابات حتى ولو علقت على باب زويلة. فهو الراجل ذهل يعني. بس أنا عايز أوضح حاجة في مفهوم باب زويلة. هو أنا عايز أقول أن السلطة ما بتعلقش حد على باب زويلة، بدليل أنها ما علقتش حد قبل كده على باب زويلة. وعايز أقول أن باب زويلة ده معناه أن أنا هدخل انتخابات ولو كان المقابل ما يكون، ولو كان المشوار إلى أبعد ما يكون. طب ليه يا أستاذ أنيس؟ إيه السبب إن حضرتك مصر هذا الإصرار؟ إيه أسبابك لترشيحك لرئاسة الجمهورية؟ أسبابي للترشح لرئاسة الجمهورية أقوى من أسباب حضرتك لعمل بهذا البرنامج الجميل. وأنا اسمحي لي أقول لحضرتك ألف مبروك على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك. وأنا عارف أن حضرتك إحدى المجتهدات المحترمات في مهنة العمل الإعلامي. الله يبارك. وفي الحقيقة بس انا يعني عايز استاذنك بس ان ليا تحفظ على الاسم بتاع البرنامج. ايه يا فندم؟ اولا مصر لا يملكها احد، مصر لا تملك ولا تملك ولن تورث. يا فندم انا في الاول خالص لما جيت ابتدي البرنامج، نعم، معرفش سيادتك تابعتني ولا لا، نعم، قلت مصر هي لكل المصريين. طبعا. ومن يملك مصر هو شعب مصر الحقيقي. صحيح. صحيح. يعني حضرتك ايه وجه الاعتراض؟ لا اقصد انه ايه، حتى لا يتصور متصور ان من يملك، هل هو الحزب الوطني، هل هي المعارضه، هل هو كذا، لا زي ما حضرتك يعني في ذلك. انا بس اردت ان الحزب الوطني لا يملك مصر يا فندم. الحزب الوطني لا يملك مصر. هو احنا ملكيه؟ لا يا فندم مفيش الكلام ده. هو مصر للمصريين ولهذا الشعب. لا هو صوت صارخ بيقول ان الحزب الوطني بيملك مصر، ودي ايه، ودي فيها جانب كبير من الحقيقه، وده مش موضوعنا. تعال نروح لانتخابات الرئاسه. اتفضل. عشان ما تقيل. اتفضل. فبالنسبه لي ما يحدث في لماذا قررت ذلك كأنيس الدغيدي؟ مصر على مفترق طرق، ومصر منذ ما قبل 53 وما بعد 53 مصر في حاله تحولات كبيره. ثوره 82 81 احمد عرابي او الهوجه، ثوره 19، ثوره يوليو، ثوره التصحيح. مصر دايما في حالة مخاض، وفي حالة ولادة، وفي حالة عطاء، وفي حالة بحث، وفي حالة تحديد مصير. في رأيي لم تستقر مصر بعد، فحين خرجت من براثن الملكية وذهبت أيضا استطيع أن تقول إلى براثن الثوار لم تتغير كثيرا. بعد ذلك ذهبت إلى قادة ثورة 23، إلى قادة ثورة أكتوبر، جيل أكتوبر كما قال الرئيس السادات، وذهبت الرئيس مبارك. أيضا مصر في حالة مخاض اجتماعي ومخاض اقتصادي. فمصر بحاجة في رأيي أن يعني تنمو وأن تصل إلى مرحلة إلى ما أبعد من ذلك. طب عايزة أسأل حضرتك، إيه هو الجديد اللي حضرتك هتضيفه بعد كل هذا التاريخ الذي سردته؟ يعني إيه سيادتك شايف إيه الإضافة الجديدة اللي حضرتك هتعمل؟ المستقرئ الآن للخريطة السياسية الحالية يجد أن مصر، أولا مصر بدأت ثورتها الصناعية مع اليابان في بداية الخمسينات. أين اليابان وأين مصر؟ هذا ما فعله هذا الجيل اللي حكم أكتر من 50 سنة. طب معلش بس حياتك عشان من نعم، فماذا تريد أن تفعل أنت؟ ما ناخدش لا يعني نخوض. أنا لا عايز أقول نريد أن ننقل مصر إيه من هذا الحضيض الاقتصادي والسياسي والتردي الفكري والاجتماعي الذي حدث عبر 50 سنة إلى ذروة أن تتساوى مع تلك الدولة التي نهضت معها صناعي.
فهناك ارهاصات كثيره يجب ان تحدث، هناك يعني احلام كبيره. يعني نقدر نقول مثلا ان الاستاذ انيس الدغيدي هيعمل ثوره صناعيه جديده مثلا؟ المساله لثوره سياسيه وثوره صناعيه وثوره فنيه وثوره ابداعيه وثوره رياضيه وثوره فكريه. عليك انت الان تقومين بهذا، انت تحاولين ان تقدمي عملا جميلا كاضافه وليس كاستمرار لاحد. انت لا تحاولين ان تقلدي احد. بس ما بنزلش ترشيح رئاسه الجمهوريه يعني. نظر حضرتك وانا احترمها. داخل جامد نعم جدا. نعم لكن يعني. هذا مكفول بالدستور يا مدام مها. مكفول هذا مكفول بحق دستوري. انا امارس حقوق دستوريه. سواء كان الأمر متعلقا باستباق عودة محمد البردع الوشيكة لمصر مرشحا ولو معنويا لرئاسة الجمهورية، أم كان بداية رمزية للسباق الرئاسي على انتخابات لن تجرى قبل 22 شهرا كاملة، فإن عددا من الشخصيات المصرية من بينها من لم يعرف عنه من قبل الطموح أو العمل السياسي قد أعلن ترشيح نفسه، ومن هؤلاء كاتب للروايات البوليسية وللسير الشخصية للزعماء الذي ينفي أنه يسعى أو يحتاج إلى الشهرة والدعاية. في 2007 كنت الكاتب الأعلى توزيعا على مستوى 20 مليون كاتب وكتاب على مستوى الكرة الأرضية في معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 39. كسرت كل المقاييس مع كل تقديري لصاحب جائزة نوبل الله يرحمه الكاتب العظيم نجيب محفوظ، تفوقت عليه. ماذا تريدون بعد هذا؟ أجيب لكم كأس الأمم الأفريقية تاني؟ طب ما انا جبتها 4 مرات ككاتب. لا ينظر الشارع المصري بجدية للتعجل في الترشيح، وهو لا يطمئن كثيرا لمن لا يعرفه، ويضع الرئاسة منذ الفرعون القديم في مقام رفيع سامي يجعل هذا الشارع أقرب إلى الرفض منه إلى القبول لأي مرشح ليس لديه سجل معروف في العمل العام أو الشهرة في الداخل والخارج. وقد جاءت إجابات هذا الشارع على ترشيح من لا يعرف إما اندهاشا أو تعجبا أو تمسكا بمن عرفه وخبروا. فين المؤهلات؟ هو منصب الرئاسة ده منصب سهل كده؟ هو رئيس مجلس مدينة ولا قرية؟ لا تهريج طبعا، تهريج. ومين هيرشحه أساسا؟ التغيير ما نضمنوش، ما نضمنش التغيير. هو الراجل كويس بس الناس اللي ماسكينه بعد ورا منه دول مش كويسين. الرئاسة يعتبر أنشأت من المنايفة. أيوة، فسيادتك بقى إن هي تفضل موجودة في المنايفة، لأن الرئيس مبارك بيعتبر ان هو قدوة. ومن كتاب مصر من نظر للامر على انه رفض ساخر من شعب ساخر على مادة الدستور التي يرون انها تمنع عمليا تنافس مرشح جاد مع مرشح الحزب الحاكم. رد فعل كوميدي على فعل كوميدي اساسي اللي ارتكبه النظام في المادة 76. المادة 76 وضعت شروط لا تكاد تستطيع الشياطين نفسها انها تلبيها، فهي كوميديا، لكن الشعب المصري اراد ان ينتقم بطريقته. ترشيحات وبروفة حقيقية للرئاسة القادمة ام تسخين وتمرين تمهيدي؟ سيختلف المشهد الرئاسي الحقيقي عنه تماما. حسين عبد الغني، الجزيرة، القاهرة. سيد أنيس، رد فعل كوميدي على فعل كوميدي بشأن المادة 76 من الدستور، هذا ما قاله الصحفي جمال فهمي. لماذا لا تأخذ وسائل الإعلام المصرية ترشيحك على محمل الجد؟ والله حضرتك لم تستقصي وتسأل كل الجهات الإعلامية المصرية، أي لم نقم ببحث شامل
لكل الأسماء حتى يعني يكون هذا اختيار أو عدم يعني. لكن بكل المقاييس هذه آراء تحترم، والأستاذ جمال فهمي عزيز وكاتب أحترمه وهو أيضا يحترمني، وإن كان هو يعتبرها كوميديا، الفيصل بيني وبين من يقول هذا من سواء كانوا قلة أو أكثرية هو الوقت، هو البرنامج الذي أعده للمرحلة القادمة، هي الأفكار التي تؤكد هل هي بالفعل منطلقة من أرضية فكرية وعملية توائم إصلاح اقتصادي وإصلاح فكري وإصلاح علمي وإصلاح تربوي وإصلاح صناعي وإصلاح يؤدي إلى إعادة دولة وكيانها وجودها إلى الوجود. قبل أن نصل إلى إعلان برنامج برنامجك للترشح، هناك يعني رصيد يجب أن يكون لديك حتى تتقدم لهذه الانتخابات، ما هو الرصيد السياسي والجماهيري لك؟ رصيدي أنني على الساحة السياسية والإعلامية الصحفية منذ أكثر، أنا ككاتب محترف منذ أكثر من ربع قرن، يعني لا أريد أن أقول لك أنني محترف قبل أن يحترف ابن الرئيس السياسي، وعندي 49 كتاب صدرت كلها في السياسة والعلوم والتاريخ والأفكار وليست من هباء. لكن هناك شروط للتقدم للترشح. أنت قلت في تصريح لك أنك اتفقت مع أحد الأحزاب لوضعك في الهيئة العليا للحزب كأحد شروط الترشح، من هو هذا الحزب؟ هذا صحيح، هذا صحيح، يعني هذا سابق لأوانه، لكننا في الواقع يعني علينا في النهاية حينما نذهب إلى الجهات الرسمية بالملف هناك مصوغات وهناك أبجديات يجب أن تكون مكتملة ولا شك، لكن الأصل الآن أنني أمامي ليس حزب واحد بل أكثر كما قلت يعني أكثر من حزب، وتفاوض جد جدا، بل ومطلب من حضراتهم أنا أشكرهم على هذه الثقة الكبيرة لكي يحدث هناك تغيير في مصر. لكن لماذا تبحث عنك الأحزاب؟ عفوا سيد أنيس، لماذا تبحث عنك الأحزاب ولديها قياداتها وهيئتها العليا؟ هذا 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 يوجه إليهم. أنيس الدغيدي قائم وكائن ثقافي وله رصيد وله رصانة وله موطئ قدم، أقول لك أنني فزت كأفضل كاتب عبر 4 سنوات متتالية، منها العام رقم 2007 كنت أفضل كاتب على مستوى العالم عبر 20 مليون كاتب وكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2007 في المعرض 39، وكنت الكاتب الأول والأعلى، وقلت مرارا بأنني قهرت في ذاك الوضع أورهان بوميك الذي كان حاصل على جائزة نوبل 2007-2006. استمعت معنا في سياق هذه النشرة، يحضر معرض القاهرة. استمعت معنا في سياق هذه النشرة إلى خبر عودة البرادعي بعد غد إلى مصر. أناس اعتقلوا لمجرد أنهم ألصقوا ملصقات للبرادعي، لماذا يعني لا تلاحق أنت في هذا الصدد؟ أقول لك مسألة لا تلاحق أنت من يدريك، لكن المسألة أنا أثق أن هناك مساحة كبيرة للديمقراطية محفوظة، بل أكرر أن هذه المساحة منتزعة ليست موهبة، انتزعها المثقفون وانتزعها أهل الفكر ولم توهب من أحد، فالسلاطين والحكام والقادة لا يهبون بسهولة وإنما يأخذون بأكثر بسهولة أكثر. أقول بإيجاز أن عودة البرادعي، أود أن أعقب على عودة البرادعي. تفضل. الدكتور البرادعي يعني عاد إلى مصر، يعود، هذا شأنه، هذه بلده، لكن أود أن أوضح نقطة مهمة جدا. لم يرد إلينا لا بالتواتر ولا بالحكي ولا بالمأثور ولا بالمنقول ولا بالجائز ولا بأحاديث الآحاد أن هناك علماء على وبين قوسين مع تحفظي على هذا المصطلح، لأن هناك فرق كبير بين علماء حصلوا على علوم كبنيامين فرانكلين. ودعني اقول لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل. عفوا سيد انيس، البرادعي يعني هناك اعتقاد كبير في الشارع المصري انه سيرشح نفسه للرئاسه، لكن هو اشترط جمله من القيود والضمانات التي يصعب تحقيقها. انت لا رصيد سياسي لك، وان كان هناك رصيد تقول انه روائي لك، على ماذا تعتمد؟ كيف ترى فرصك في الفوز؟ أنا أرى أنني على قناعة أنني لدي برنامج كبير ولدي جهد كبير ولدي فكر ولدي وجهة نظر ولدي لسان ولدي مؤهلات ولدي مقومات، والفيصل بيننا هو الشعب، هي المحصلة النهائية. حينما جاء باراك أوباما في قبل ذلك لم يكن يعرفه أحد، بينما باراك كان عنده 3 كتب فقط،
بينما انا عندي اكثر من 49 كتاب رسميا. ولا ليست القضيه في الكتب ولا في حجمها، لكن القضيه في البرنامج، في الاصلاح، في التعاون، في الوضع الحاصل. لكن دعني اعقب على قضيه الدكتور البرادعي. عفوا، للاسف لم يعد لدي المزيد من الوقت. شكرا جزيلا لك انيس الدغيدي، الكاتب والروائي المصري المرشح للانتخابات الرئاسيه. اهلا. اهلا ايها المعتقل انيس الدغيدي. اهلا وسهلا. عملت بلاغ، احنا اكيد كنت متابع معانا قبل ما تدخل لحضرتك الاستوديو. تمام. وعرفت ان ثروه الرئيس 620 مليار دولار. نعم. فاكر لما غيرت العربيه بتاعتك عملت ايه؟ طلبتني في التليفون، غيرت العربية بس جبتها قسط وهدفع لها 20,000 جنيه فوائد. نعم. تقدمت ببلاغ سابقا، هنعود استاذ انيس. اولا ايه رايك استاذ انيس في ما رايته من مستندات على شاشة الشباب وعن الرقم النهائي لثروة الرئيس مبارك؟ نعم. ايه رايك؟ هو بداية طبعا أنا بحييك وبحيي الزميل العزيز دكتور محمد. في الحقيقة هو احنا بالنسبة لنا كمتخصصين قوي وفي المعمل وفي المطبخ وفي الحدوتة ما بنبقاش متفاجئين قوي، لأن احنا كل واحد فينا عنده ملفات سودة وقديمة، بدليل ان احنا شخصيا سواء أنا أو أنت أو أخونا العزيز كلنا فجرنا قضايا كثيرة من هذا، خصوصا أنت تعلم أنني فجرت ده كثيرا. لكن أقول لك حاجة سنيس. اتفضل. أقول لك حاجة. نعم. لم يتوقع العرافين. نعم. ولا ضارب الوجع. نعم. ولا قارئ الكف. نعم. ولا أي صحفي متخصص في مصر، وأنا قاعد قدامك وإنت أشدت بالعنوان بتاعنا بالمنشط الرئيسي الصادر يوم الخميس الماضي. نعم. أن ثروة الرئيس حسب مصادر أمريكية 70 مليار. نعم. إحنا نشرنا ده وجاءت إلينا هذه المستندات. نعم. التي تؤكد. نعم. أننا جهلاء بحجم ثروة الرئيس. صحيح. 70 مليار ده المعلن. ثورة الرئيس. طبعا. كلنا جهلاء. قول لي كده، انا عاوزك تسال معايا محمد حلمي، كيف اتى لنا بهذه المستندات؟ نعم. هو عفوا المهم تفعيل هذه المستندات بقى. تفعيل. يعني لازم نتخذ نعم. لازم نتخذ موقف، لازم نتخذ موقف دولي النهارده. انا ارجو ان الكنترول يجيب لنا المستشار حسام الشويخ عشان يقول لنا. نعم. رايه في ال 120 مع الاستاذ انيس. نعم. قول لي استاذ انيس. نعم. انت تقدمت ببلاغ ضد قصر العروبه. صحيح. وتقدمت ببلاغ اديني كتابك. صحيح. واتهمت مباشره. صحيح. صحيح. من اتهمت في هذا الكتاب بانهم هؤلاء قتلوا الزعيم الراحل. يا ريت الكاميرا تخش علينا. الزعيم. نعم. الراحل انور السادات. انيس الدغيدي على الهوى يتهم. نعم. الرئيس حسني مبارك شخصيا. نعم. قول يا استاذ انيس. وقدمت بلاغا للنائب العام. تقدمت ببلاغ 5 فبراير 2008 بانني اتهم تاني محمد حسني مبارك كمتهم. 5 فبراير 2008 استاذ حسام. وانت تعلم انت عملت حاجه طريق قصر العروبه. عملت ايه؟ انا كتبت مقالتي في صوت الامه كيف اشترى الرئيس قصر العروبه بنصف مليار جنيه. استاذنك معانا الفنانه شيرين. اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا استاذه، ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله. هتقولي ايه لملفات الفساد يا استاذه؟
الحمد لله يا رب يكون عهد جديد ان شاء الله وان شاء الله ننسى موضوع الفساد ده خالص بقى. يعني كان فساد متفشي في جميع المجالات وانت نعم. اكتر الناس معرفة بهذا يعني نعم. فيا رب ان شاء الله شايفة مصر بكرة ازاي يا استاذة؟ شايفة مصر ازاي بكرة؟ والله انا بتمنى انه كل المصريين يرجعوا بقى اشغالهم والدنيا تهدى خلاص كده. متهيألي ربنا يسهل بس ويوفقنا في الايام الجاية دي لانه برضو ايام صعبة. يعني مش عايزة الناس تنسى انه الايام الجاية دي ايام صعبة. لكن تفائلي برضو علينا علينا مجهود كبير ان احنا نصلح الحاجات اللي بايظه كتير. نعم. شيرين انت سمعتي الرقم اللي احنا فجرناه دلوقتي بالمستندات ان ثروه الرئيس واسرته 620 مليار دولار؟ لا ما سمعتش الحقيقه. يعني احنا لدينا المستندات وتم عرضها على الشاشه بان ثروه السيد الرئيس 620 مليار دولار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يعني شاء الله يعني اللهم لا حسد. نعمل تأمين صحي بجد شامل لكل المصريين اللي مش لاقيين يتعالجوا. نشغل الشباب اللي ما بيشتغلش. يا رب نقدر نجيبهم يا شيرين. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ جمال. طول ما مصر فيها ناس شرفاء باذن الله مصر كويسه. بالمناسبة حفظت على وناس كتير ان شاء الله هتقف معنا. اشكرك وشاكر لمداخلتك وان كان انت النهاردة كان المفروض تبقي معايا في الاستوديو شيرين. بشكرك. انيس الدغيدي لما كتب ده في الكتاب ده في 2008 هؤلاء قتلوا السادات كتب اهداء. أنا هقراه لكم بعد إذنكم. شرف لي. إهداء خاص لسيادته. نعم. إهداء خاص لسيادته، سيادته مين أنا مش عارف. إهداء خاص لسيادته. سيادته مين أنا مش عارف، لكن يمكن لما نقرا الكام سطر اللي قاعدين دول نقول نعرف مين يعني 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 أنيس الدغيدي يقصد مين بسيادته. نعم. إلى الرئيس القادم لمصر. أفضل وأشرف لك ولنا. دعها وتوكل. البلد خربانة وكفرانة او على كف عفريت. ده نص اللي انت كاتبه يا انيس دغيدي. لنرفع جميعا اكف الضراعه ونبتهل سويا يمكن نقدر نصرفه. وصرف. وانيس الدغيدي دلوقتي بيقول لي انه صرف. الحمد لله. شيء من الاختلاف في هذه المرة حيث ضيفنا هو مختلف اختلاف شديد لأنه روائي وكاتب صحفي أيضا، لكنه ستناول هذه الأحداث بشكل من الحيادية مع الأستاذ أنيس الدغيدي. أهلا بك أستاذ أنيس. أهلا بحضرتك. شرفتنا أول مرة بالحضور. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني إحنا عندنا الأحداث كثيرة وعندنا الأحداث متشابكة، ويمكن اليومين آخر يومين كان هم فيهم المشكلات العدة أو فيهم العديد من الأحداث المأساوية التي أدمت قلوبنا جميعا كمصريين. لكن على أي حال من الأحوال سنتولها يعني وسننظر إليها بشيء من التعمق وبشيء من الفكر. لكن خلينا بنشوف الخبر الأول عندنا من الأهرام.
يعني بعد القطارات العقارات المنهارة بتحصد مزيد من الضحايا، 22 قتيل في سقوط مبنى الإسكندرية، وبيتكون هذا المبنى من 8 طوابق ويحتوي على 24 شقة مخالفة للقوانين وصدر لها العديد من الإزالات في عام 2008. تمام. يعني دلوقتي الكل بيحاول يدحرج كرة النار. نعم. الجزء يلقي باللوم على الحكومة، والجزء الآخر بيلقي باللوم على الرئيس، والجزء الآخر بيلقي باللوم على المواطن. كيف لنا أن نفصل هذه الأحداث وإن كانت في شكلها فردي لكن في نظرتها العامة تكون شيء جماعي أو شيء يحتاج إلى التعميق والتدقيق والتفكير بعد الإحصائيات اللي صدرت بالأمس عن كم المخالفات الهائل في يعني في المباني وكم المخالفات أو كم عدم الصلاحية في القطارات أيضا. تفضل أستاذ أنيس. علينا أن نتوقف مع حضرتك، ذكرت وقلت أنه هذا الحادث ترخيصه كان منذ عام 2008، يعني منذ العصر السابق، أي أنك أمام عدة مسلمات. المسلمة الأولى أنك أمام بقايا نظام سابق، أخطاء نظام سابق، أيضا أمام وعي حالي يجب أن يكون أمام قيادة سياسية يجب أن تدير. هذا هو المثلث الهام. القيادة السياسية في رأيي وفي قناعاتي لم تبدأ عملها بعد. لماذا؟ لأنها في معارك سياسية وخلافات مع خصوم يحاولون عرقلة مسيرة هذه الحكومة التي أتت أو هذا النظام الذي أتى، لم يفعل بعد ولم يعمل بعد. البقايا الورقية والبقايا الفكرية والبقايا الوظيفية منذ نظام تراكم بفساد متراكم ومتتاخم ومتتالي ينطح بعضه بعضا كثير، فساد في الإدارة، فساد في الأماكن، فساد في التقارير، فساد في الأمور. فهناك مباني علت حتى في الفترة الانتقالية قبل الرئيس مرسي ما يأتي. هذه من يحسم قضيات؟ على المواطنين أنفسهم أن يبلغوا عن هذه الأماكن التي تم علوها في وقت معين. فإذا علينا أدوار متعددة، هناك دور على المواطن، هناك دور على الإعلام، هناك دور على الجهة الحكومية، هناك دور على الشعب، هناك دور على المتاريس. طيب خليني أستوقفك وأرد عليك بلسان الغائب، وهو المواطن البسيط اللي بيسكن في عمارة ربما حصل عليها بسعر زهيد. تمام. الحكومة لم توفر له المسكن الذي يمكن أن يسكن فيه، فبالتالي لجأ إلى مثل هذه الأعمال أو هذه المخالفات أو هذه الشقق حتى الغير مرخصة لكي يسكن فيها. ماذا يفعل المواطن وماذا تفعل الحكومة؟ المواطن يجب أن يكون عنده وعي. يعني المواطن الحكومة لم توفر له يسكن تحت نافورة مية أو يسكن فوق فوهة بركان؟ لا، علينا أن يتربى فينا الوعي. نحن جميعا مصريون، يعني كنا نمتلك قوت يوم أو كنا لا نمتلك. لو جت حضرتك عفوا، إحنا لماذا نضع فوكس كبير على أحداث عادية أو أحداث يومية تحدث في كل مكان؟ أنا لا أقول أن الكوارث حلال على جميع المذاهب، ولا أقول أننا يجب أن لا نهتم بها، لكن على الحكومة وعلى الرئيس مرسي أن يكون هناك إدارة قوية وأن يكون هناك موقف وكذا. ولكن ليس الرئيس مرسي فحسب وليست الحكومة فحسب، هذه أدوار مجتمعية. في الثورة الفرنسية كما كنا نتحدث مع حضرتك خارج التصوير، في الثورة الفرنسية ما الذي حدث فيها؟ الثورة الفرنسية بدأت من 1789 إلى 1799، 10 سنوات، 3 سنوات حكم عسكري. انت كان عندك سنتين بس حكم عسكري، عندك تفوق اهو. انت 3 سنوات والنظام شبه برلماني ثم نظام برلماني. انت النهارده قدرت تتأسس لنظام برلماني، انت النهارده قدرت تتعامل. ليس على اطلاق برضه استاذ انيس، ليس على اطلاق نظام برلماني على اطلاقه، لكنك بدأت شبه برلماني. الوزارة فرنسا بجلال قدرها وسمو مكانتها وتاريخها العريق اللي قانونك فرنسا وقبلتك القانونيه بتتجه للسوربون وقانونك فرنسي، القانون اللي انا درسته بيقول ان فرنسا لم تستطع ان تحقق ما حققته انت على الارض. الان الازمه الاقتصاديه في العالم كله، الازمه الاقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه تطحن امريكا الان. تعال نرجع عفوا لسنه 29 ايام الكساد العظيم. ما الذي حدث اذا اذنت لي حضرتك؟ سنه 29 لغايه سنه 32، 4 سنوات، أيام الرئيس رقم 31 هربرت هوفر، حدثت الأزمة الاقتصادية الطاحنة بدأت في الولايات المتحدة. شوف عد معايا أنواع الكساد وأنواع الدمار العظيم،
مصر ما حصلش فيها ولا حاجه من دي ولا انتحبت وما قربتش من المنطقه دي خالص. عشان اطمن الناس مش بخدعهم، انا بتكلم بتاريخ وجغرافيا. رقم واحد، افلاس ثلاثه اربع بنوك الولايات المتحده الامريكيه. اثنين، 30 مليون عاطل. ثلاثه، 13 مليون سند بقت ملهاش قيمه. اربعه، وول ستريت الشارع بتاع البورصه في امريكا اغلق تماما، مفيش اقتصاد. رقم خمسه، والمصارف بدات تجيب المليارات والملايين بتاعتها اللي فين بقى؟ في ثلاث دول في العالم بتتعامل بيها، في فرنسا، في المانيا، في بريطانيا. بدات تجيب هذه فلوسها من بره، عملت ازمه في فرنسا وفي بريطانيا وفي المانيا. طابع البوسطه، احنا عندنا لسه كيلو رز في الشارع ب 3 جنيه ياكلوا الناس و4 جنيه لسه. شوف بقى طابع البوسطه في المانيا بقى بكام؟ ب 5 مليون مارك. السودان بجلال قدرها، الدوله اللي احنا بنقول ياه يا عيني، لما حصلت عندها الازمه وبقى كيلو الرز ب 4000 جنيه سوداني الناس اتخض. لا، في المانيا بقى ب 5 مليون مارك طابع البوسطه ايام الازمه. ايه اللي حصل؟ راح جاي راجل زعيم هايل في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. شوف بقى الشعب عمل ايه؟ الشعب عمل في ثوره سياسيه حصلت؟ ايوه. الشعب مطالب بحاجتين، يعمل ثوره صناعيه مشاركة مع الدولة، ويعمل ثورة فلاحية زراعية بالمشاركة برضو مع الدولة. إنما إحنا هنا في بلادنا العربية بنعمل الثورة السياسية ونقعد نقول للشعب للحكومة هي الأخبار خلصينا أنا جعان وعايز فلوس دلوقتي. لا، ما تقدرش. توقف يعني، في توقف من جانب المواطن. نعم، فأنت مطالب أيضا، الشعب مطالب بإنتاج بثورة صناعية توائم هذا الحرس السياسي العظيم الذي حدث في مصر. مطالب بثورة زراعية لكي تنقل هذه النقلة الكبيرة النوعية. المهم اتى فرانكلين ديلانو روزفلد سنه 32 ليعالج الازمه الاقتصاديه، ولذلك هو الرئيس الوحيد، هو رقم 32 في الولايات المتحده، الرئيس الوحيد من اول جورج واشنطن 1890 ل 1790 لغايه باراك اوباما، الرئيس الوحيد الذي حكم الولايات المتحده الامريكيه اربع مرات. لم يحكم في تاريخ امريكا رئيس ثلاث مرات، اقصى حاجه يحكم دورتين اي حد يعني ممكن، لكن اربع مرات بقوا يجيبوه، والمره الرابعه حكم على كرسي متحرك. لماذا؟ لانه صاحب الحلول السحريه. وهذا يذهب بنا الى ان الحاكم يجب ان يكون قرارات، ان الاداره يجب ان تكون قرارات، ان المساله ليست في كاريزما الشكل ولا كاريزما الجماعه، وانما المساله اي جماعه يعني من المجموع، لكن يجب ان يكون هناك قيادات وقرارات سياسيه فاعله. فهذا الذي ننتظره لكي تحل الازمه الاقتصاديه، قرارات. وموضوع قرارات التي اخذها فرانكلين ديلانو روزفلت يطول تمام. شرحها، ما اقدرش ادخل معاك في تفاصيلها ده الموضوع يطول شرحه. نعم. المسؤوليه مشتركه طبعا، يعني في عبء على المواطن طبعا، وفي عبء على الحكومه طبعا، كليهما لابد ان يتعاون حتى نخرج من هذه الازمه. هذا صحيح. طيب خلينا نتحول لصحيفه الوطن. نعم. يوم 25 يناير القوى الثوريه تتفق على رفع سته مطالب في التحرير، والاسلاميون يحتفلون امام الانتاج الاعلامي. وعصام الشريف المنسق العام لجبهة التغيير السلمي يقول سنتظاهر لإسقاط الدستور وإقالة الحكومة ووقف الأخوانة. والدكتور عصام العريان يقول أن الخيار نزول الإخوان لا يزال مطروح. نعم. أستاذ أنيس، أنت ليك كتابين بعد الثورة عن الشعب يريد إسقاط النظام. نعم. هذا كان عنوان أو عنوان لأحد الكتب. صحيح. والآخر سيئة السمعة، رواية سيئة مصر الأولى. نعم. وليست سيدة مصر الأولى. نعم. هي سيئة مصر الأولى، وأنت بحثت في هذا التاريخ. نعم. كيف تقيم ما يحدث في 25 يناير القادم؟ أنا أريد من هذا المنبر الموقر أن احنا نحتفل بثورة 25 يناير بشكل جميل وبشكل محترم، يصل إلى ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أننا يجب أن نعلم أبنائنا الأمريكان ما فعله الشباب والأبناء المصريين في هذه الثورة العظيمة. يجب أن نثمن ما قاله دافيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عن هذه الثورة العظيمة حينما أتى إلى ميدان التحرير ووقف فيه وأشاد بهذه الثورة العظيمة. يجب أن نثمن ما قاله ساركوزي الرئيس الفرنسي آنذاك وأشاد بهذه الثورة العظيمة، وأشاد بها كل العالم القاسي والدان. يجب أن تكون هناك تظاهرة احتفال، لا تظاهرة عراك. لا نريد أن نعترك، وكما أسلفت لحضرتك نريد ثورة صناعية وثورة زراعية، نريد ثورة إنتاجية. الولايات المتحدة الأمريكية إذا أذنت لي حضرتك لديها وقود عالي جدا،
لديها فحم، لديها بترول، لديها النفط، لديها الغاز الطبيعي، ومع ذلك تستورد، أكبر بلد في العالم تستورد النفط. لماذا؟ عشان تعمل احتياطي استراتيجي بالضبط، لأنها دولة صناعية من طراز رفيع، تستورد ثم ترد لك تصدره لك. إذا ترى آمن يعني إن شاء الله 25. ولديها طيب. عفوا أكبر سوق للزراعة، أنت تأخذ منها القمح طيب. وأنت بلد زراعي. خلينا ناخد خبر كمان عشان الوقت دهمنا كثيرا. فضل. المصر اليوم: تحالف الوفد والأخوان ينجح في تحرير حذف إسقاط عضوية من يغير صفته، ونواب يقولون إن تعديلات قانون الانتخاب إعادة إنتاج للنظام المنحل. أنا يعني لست مع تعديل القانون بالكلية، فهناك في تصور الخاص يعني مؤاخذات يمكن أن تؤخذ، وهناك في تصور الخاص أيضا جوانب إيجابية ونقاط ضوء وضاءة في القانون الجديد أيضا، لكنني أرى، أنا أرى أن نقف في منطقة وسط. نعم. إحنا أمة وسط، وسطا يعني كما قلنا يتصالح بين المتخاصمين. نحن الآن يجب أن يكون لدينا مصارحة بالراء ومصالحة باللام. إحنا مصر عايزة طبطبة مننا، نطبطب عليها، نحبها، مش محتاجة خصومة ولا هب في الوجه ولا لكمات قاتلة ولا مصارعات. نحن أنا شخصيا كما قلت لحضرتك هناك اختلاف على أمور في هذا القانون في تعديلاته، وهناك اتفاق في بعض منهم. نعم. فلماذا لا تكون الأمور فيها شيء من المودة، فيها شيء من التقارب، فيها شيء من نبذ الخلاف والفرقة؟ الآن مصر يا سيد العزيز ليست بحاجة لفرقة حتى نثور ونغضب و صحيح، لابد من تحدث مصالحة ما بين كل القوى السياسية، ونتوحد حول هدف واحد. نعم. هو مصر أولا وأخيرا. نعم. يعني أتقدم ليك بشكر جزيل الأستاذ أنيس الدغيدي الكاتب الصحفي والروائي، شكرا جزيلا، شرفتنا بالحضور أستاذ أنيس، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله. تابعونا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا، قراءة صحفية تحليلية يومية تأتيكم بشكل يومي في إطار فقرات صباح جديد. قراءتنا لصحف النهاردة هيصحبنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ أنيس الدغيدي. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بك صباح الخير. هنبدأ مع الحدث الأبرز في مصر اليوم وغدا، القمة الإسلامية في جريدة الأهرام. القمة الإسلامية تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي. طبعا الأنظار تتجه إلى مصر اليوم والغد، وقادة الدول الإسلامية يأتون إلى مصر لعقد قمتهم في وقت حرج طبعا. في وقت تشهد فيه العديد من الدول الإسلامية. نعم. تحديات كبيرة، كيف تنظر إلى هذه القمة؟ في الحقيقة أن القمة الإسلامية تقام في ظل هذه العواصف والرياح السياسية في المنطقة وخصوصا في مصر، أنا أعتقد أنه أمر إيجابي جدا وأمر مبشر جدا وأمر هام يجب أن يوضع بين قوسين وأن ينظر له نظرة تحليلية دقيقة. مثال القيادة الإيرانية والممثلة في الرئيس الإيراني محمود أحمد نجات، الآن أول زيارة رسمية لمصر منذ زيارة شاه إيران عام 1979. ماذا تعني هذا؟ تعني أن الثورة المصرية عبرت أفاق كبيرة وعبرت أسوار وسياج ومتاريس كبيرة جديدة لتعطي صفحة بيضاء ناصعة بعد ثورة 25 يناير المجيدة. ماذا تعني ذلك؟ تعني أن مصر مستقرة، وأن مصر قوية، وأن مصر آمنة، وأن مصر في رباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أجنادها وعن مصر أنها في رباط إلى يوم القيامة. فالقمة الإسلامية ننظر إليها كملاذ واستغاثة جديدة للأمة الإسلامية من أجل استنهاضة حقيقية لوضع نأمل أن يكون جيد، وإن شاء الله القيادة الإسلامية والقيادات السياسية تصل إلى ما تصبو إليه أممهم وشعوبهم في هذين اليومين، اليوم والغد. أهم ما يصبو إليه الشعوب ومتوقع أن تخرج به القمة، بما أنها قمة غير تقليدية تنعقد في ظروف غير تقليدية بالطبع. صحيح. نعم. لا شك أن القيادات السياسية الكبيرة تضع على في ظل أولوياتها النظر إلى توحيد الصفوف، توحيد الكلم. يعني أمس كنت في قصر الاتحادية في زيارة السيد الرئيس، القضية كلها وأجندة العمل والتصور السياسي
والرؤى الكبيرة في هذه الأمور إلى توحيد صفوف هذه الأمة للنهوض بها من عثراتها السياسية والشعوبية والاقتصادية، ودور الإسلام الفاعل في كيفية إرساء هذه الأسس الكبيرة، وفي كيفية إزكاء روح الإسلام الشفافة والحسنة من أجل احتواء كل هذه الأزمات، ومن أجل إضفاء وضع آمن ومستقر اقتصادي وسياسي وإسلامي بصبغة إسلامية سمحة على هذه الأرض الكبيرة في كل الأمة الإسلامية. من الصبغة الإسلامية السامحة هي أكيد ما نحتاجه في هذه الظروف. والحقيقة سلط الضوء على وجود الرئيس الإيراني، وبالأمس كان تسليط الضوء على هذه الزيارة ومؤتمره في مشيخة الأزهر. وما تم التطرق إليه، صحيفة الأهرام أجرت حوار مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجات في طهران قبل مجيء إلى مصر. رئيس تحرير الأهرام أجرى الحوار وهذه عناوينه الرئيسية: إيران الآن دولة نووية، تعاون مصر وإيران أعظم ضمان لتحقيق التقارب السياسي عالميا، مستعدون لتقديم تجاربنا لأشقائنا المصريين ونأمل في الاستفادة بخبراتهم، أعداء كثيرون يحققون مصالحهم بمنع الوحدة بين الدول العربية والإسلامية. يعني هي عناوين أستاذ أنيس تبدو يعني إلى حد كبير تقترب من التقليدية، وفيها إشارة واضحة إلى رغبة إيران في التقارب مع مصر. لكن الواقع أن هذا الحوار جاء قبل الزيارة، أثناء الزيارة وأثناء المؤتمر الصحفي مع شيخ الأزهر. نعم. ألم تلمس أن هناك ثوابت في العقيدة وفي السياسة المصرية تضع حاجزا كبيرا أمام هذا التقارب، حتى لو كانت هذه رغبة النظام الحالي؟ إطلاقا. أولا أنا لست إخوانيا ولست شيعيا، والتحالفات السياسية يعني بالمناسبة، وأنا مش جاي أتكلم عنه يعني حتى لا يعني، أنا عندي كتاب سبق هذا السؤال اسمه الأقطاب الثلاثة، مصر وتركيا وإيران، أو مصر وإيران وتركيا، وموازين مثلث القوى العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الأحلاف السياسية في العالم كله بتتطلع إلى وحدة سياسية بدون النظر إلى الوحدة الفكرية أو الوحدة الدينية. لكن دولة إيران اسمها إيه؟ دولة إيران الإسلامية. تركيا إسلامية، لها الفكر العلماني، هي حر. إحنا أيضا عندنا بشكل كبير فكر علماني موجود، لكن إحنا دولة إسلامية، وإيران دولة إسلامية، والسعودية فيها شيعة، والكويت والبحرين وكل هذه دول الخليج فيها شيعة كثيرة جدا، بنسبات من 20 إلى 30 إلى 15 إلى 5 6 أقل بلد. فدعك منها من نقطة الخضة الشيعية، يعني ما عجبنيش أمس إن إحنا كل ليه الخضة الشيعية؟ حضرتك وصفتها إنها الخضة الشيعية، يعني رأيت فزع أو عدم رضا من المصريين عن هذا التقارب؟ لمسته؟ هو بس المسألة بتبقى خضة شيعية من إحنا بندندن عليها إعلاميا أوي، كل واحد يصلي زي ما هو. من أصدقائنا كلهم يعني أيوم أقرب إليك، يعني الحريات الدينية لا تمثل، لكن أنا أتحدث عن الثوابت التي تحدث عنها شيخ الأزهر فيما يتعلق بأمن الخليج، هذه السياسة وليس ما هو ده اللي مش عاجبني أمس. هذا ليه مش عاجبني؟ المفروض إن يعني ما نحطش البيض كله في سلة واحدة. يعني راجل جاي يزور مصر بعد 79، بعد من عام 79 لغاية النهاردة، ما قومش أول ما سلم عليه خلي بالك شعرك ما تفرقوش بالنص، والكرافطة دي ما تعجبنيش، وحذاري. لا أنا مش وصي على حد. لا دي مش وصية، احنا بنتكلم عن ثوابت. نقول ده بعدين، أقول ده في جلسات عادية، أقول ده في لقاءات. يعني لكنه كان حدث تاريخي، يعني حتى كان حدث تاريخي مذهل وصادم للمشاهد أن ترى الرئيس الإيراني. ده شيء عظيم، شيء تاريخي. طبعا شيء تاريخي. لحظة تاريخية، كون شيخ الأزهر كان صائب أم مخطئ في عرض هذه الأمور، هي ثوابت. يعني كيف ترى أنها كانت ليست مناسبة؟ أنا مش مختلفين على الثواب. أنا سني مسلم، سني أنتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة وحريص عليه وبفضل الله، وأغضب لمن يسيء إلى السيدة عائشة، وأغضب رضي الله عنها، وأغضب جدا إلى من يسيء إلى آل البيت وإلى آخره. لكن هناك ثوابت سياسية، الرجل جاء ليس ليتحاور في قضايا دينية، علينا أن ننقل له هذا في المستقبل، علينا أن ننقل له هذا في جلسة أخرى. لكن أول ما سلم عليه أقول له تك 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 تك، لا أخده. أنا محتاج قوة سياسية. الثوابت السياسية طبعا. هذه الثوابت الدينية
هناك من رأى أن كيف نفهم أحلف مع الولايات المتحدة؟ كيف نفهم كيف تقبلي هذا مع الولايات المتحدة ومع روسيا ومع ألمانيا ومع فرنسا؟ لا نتحدث في الثوابت السياسية، نتحدث في الثوابت السياسية. طيب. هناك من تساءل حول موقف الرئيس مرسي الذي يرفض ما يحدث في سوريا والذي أعلن عنه سابقا، ونعلم موقف الرئيس الإيراني من دعم نظام بشار. هذه إشكالية خاصة في منعطف من طريق طويل. هناك شيء يسمى نهر النيل، في روافد صغيرة، الروافد الصغيرة لا تعوق رحلة النيل. أنا أفتح علاقات سياسية مع إيران، ما الذي يزعج؟ أنا هنا أطالب بوحدة سياسية مع إيران ومع تركيا ومع باكستان. لو بقى عندك حلف زي ده، حلف إسلامي، أنت تقول الأمريكا والقوى العالمية عندك القوى رقم 6 ورقم 8 ورقم 9 ورقم 14، مصر 14، 6 تركيا، إيران، باكستان، 8 و9 إيران وتركيا. أنت عايز إيه من منظومة 15 دولة معاك منها أربعة أنت طرف فيها؟ أنت تزعجي أمريكا وتزعجي حلف الناتو وتزعجي كل هذه الأمور، لكن هم يدندنون عبر وسطائهم في الإعلام المصري المستخدمين أو في الإعلام العربي. خلي بالك ده غلط، احذر من الثوابت بقى اللي بتخضك. لا دي مسألة تخصه هو، يصلي على خشب، على حديد، على طوبة، على زلطة، ما يصليش أنا مش مسؤول. طب ما أنا فاتح علاقات ومياه ومجاري ومجريات. تعتقد إنها أزمة حريات دينية أم أزمة خوف من التمدد الشيعي؟ التمدد الشيعي مش هيجي يجبرني على ان انا ابقى شيعي، عمري ما هبقى شيعي ومش هسمح بده. لكن هو يتمدد، ما هو فاتح معاك يتمدد في الدنيا كلها. لكن انا بتكلم على وحده سياسيه اسلاميه، قوه عسكريه، قوه فكر. نيجي مش هيقول له خلي بالك الصلاه بقى وما تصلي، هو حر يقوم يصلي وقت الصلاه ما يصليش، او حر وانا حر. لكن الاصل في ان تكون هناك علاقات قويه. يعني كيف تأذني لمصر حضرتك وتقبلي بوجه بشوش ونظره سمحه وابتسامة رقراقة وجميلة وضاءة أن تكون هناك علاقات حميمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقات أكثر حميمية مع إسرائيل؟ ولديك ولدى إسرائيل دعار، لديك ولدى إسرائيل اتفاقيات وأمور مكتوبة ومقروءة ومتفق عليها أن يبقى في علاقات سياسية، كيف ترفضي هذا مع دول إسلامية؟ يعني هذا تحفظ من وجهة نظر. يجب أن تكون هناك علاقات بين مصر وإيران وتركيا وإندونيسيا وماليزيا ودول وبل وكوريا والدول غير الإسلامية. لماذا؟ لكي تكون لك قوة وأن يكون عندك متنوع لمصادر السلاح. نعم. طيب اسمح لي يكون معنا للتعقيب على هذه النقطة الأستاذ علاء أبو النصر، أمين حزب البناء والتنمية. صباح الخير يا أستاذ علاء. أهلا، صباح الخير. تعقيبك على يعني ما نتحدث عنه، يعني أستاذ أنيس يرى أن التحالف بين القوى الإسلامية هو أمر واجب، وأن زيارة الرئيس الإيراني يجب أن ينظر إليها بشكل كامل الإيجابية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مصر دولة مركزية محورية، نحن نتطلع أن تكون قاطرة العالم الإسلامي والعربي، هذا أمر لابد منه، وبالتالي لابد من علاقات مفتوحة مع جميع دول العالم لا سيما القوى الإقليمية، فهذا أمر لا غبار عليه. ولكن علاقاتنا مع إيران تحديدا، وهي قوة إقليمية كبرى لا يستهان بها، ولكن لابد أن نضع النقاط على الحروف. فهناك قضايا لا يجب أن نغفل عنها أبدا، فلابد أن تكون هذه العلاقات متوازنة، ولابد أن نؤكد على بعض النقاط. فيجب أن يعني نهمس في أذن النظام الإيراني ونقول أن مساندتكم للنظام الغاشم المستبد بشار الأسد هذا أمر غير مقبول، لأنه يقتل ويذبح أبناء الشعب السوري، وقضية الثورة السورية قضية عادلة، ولابد أن نقف بجوار أي قضية عادلة. فهو يعني بيساعد في تقتيل الشعب السوري وفي العصف بمقدرات الوطن السوري، وهذا أمر مرفوض تماما. كذلك لابد أن ننبه الطرف الإيراني أنه حتى تكون هناك علاقات متوازنة وقوية لابد ألا يغفل قضية الأهواز، وهؤلاء أهل السنة الذين يتعرضون للاضطهاد ليل نهار في داخل إيران، فكيف نتقارب معهم وإخواننا أهل السنة يقتلون ليل نهار بدون وجه حق ويبخسون في حقوقهم في إيران، فيجب أيضا أن يرد الحقوق لأهلها. كذلك يعني نحذر إيران من تنامي المد الشيعي داخل مصر. ليس معنى أن أفتح علاقات قوية مع إيران
أن يعني تكون هناك أجندة إيرانية أو شيعية داخل مصر، فهذا أمر مرفوض تماما. مصر دائما على مذهب أهل السنة، ولن يسمح أي مصري بسب الصحابة علنا داخل مصر، فهذا أمر مرفوض تماما لأن هذا ينص معتقداتنا. وهناك أيضا يعني لا نريد أجندة إيرانية على حساب المصالح الوطنية داخل مصر. أمر أخيرا، العلاقات المتوازنة مع دول الخليج، فيجب على إيران أن تكف على بث القلاقل والتوتر في داخل دول الخليج، وأن ترد الحقوق لأهلها إلى بعض دول الخليج التي انتزعوها منهم. فهذه أمور مهمة جدا حتى تكون علاقة قوية وفعالة وإيجابية، لابد أن لكن بقاء هذه الأمور على حالها تعتقد أنه عائق أمام هذا التقارب، حتى لو كانت هذه رغبة النظام الحالي في مصر ورغبة النظام الإيراني أيضا؟ لو كانت هذه رغبة النظامين يا سيدتي، هل هنسمح بإقامة هذه العلاقة القوية ونسمع صب الصحابة داخل مصر مثلا؟ هل نسمح بأجندة إيرانية وشيعية داخل مصر؟ هل نسمح بتنامي المد الشيعي داخل مصر؟ طبعا لو كان هذا ثمنه علاقة قوية فنحن نرفض هذه العلاقة. ولكن أهلا أستاذ أنيس، يرى أن التحالف يمكن أن يحدث مع الاحتفاظ بحرية الأديان، وأن مصر يعني قادرة على السيطرة على هذا التمدد الشيعي، أو هذا التمدد الشيعي غير قادر على التمدد. أنا لا أرفض العقائد يا سيدتي، نحن نسمح بكل العقائد والحريات، دي أمر تمام، ولكن يعني يحصل دعوة للمذهب الشيعي ويتنامى المذهب الشيعي ونسمع صد الصحابة داخل مصر، هذا أمر مرفوض حتى ولو كان يؤدي ذلك الى قطع العلاقه. طبعا هنا يعني هنا حضرتك ايدت يعني كان شيخ الازهر محقا عندما يعني انا قصدت انه لا يجب ان ارسى هذه الثوابت ضربه في وشه، لا انا اقصد حينما ان يكون هناك حديث وان يكون هناك وقت وان يكون هناك توقيت، ولهذا يجب ان يفرض هذا من اولويات حديث. اشكرك استاذ علاء ابو النصر امين حزب البناء والتنميه، ونواصل جولتنا في الصحافه. طبعا كان هذا الخبر الابرز، لذلك استغرقنا في هذا الوقت في الاخبار. نفتح ملف الانقسام حول الحوار الوطني. الحقيقه ان هناك تصريحات ناريه لوزير العدل، وصفتها حتى صحيفه بانه يفتح النار. وزير العدل يقول سحل حماده خطا فردي، وعبد الناصر مهندس التعذيب، ويعني يأتي تزامنا محاولة من البابا توادروس يعني تصريح مطلوب من شخصية دينية بالتأكيد، أدعو كل العالم لزيارة مصر بالتأكيد، لكي يأتي العالم لزيارة مصر يجب أن تكون مصر الأمان التي عهدناها. أولا تعقيبك على تصريحات وزير العدل، مجال المقارنة ما بين وقعة سحل حمادة وعبد الناصر مهندس التعذيب هي جاءت بالتأكيد في سياق الحوار في موقعين، لكن الصحيفة أبرزتها في عنوان واحد. صحيح. الحقيقة معالي السيد وزير العدل يعني شخصية موقرة، وإحنا بنقدر كل الناس اللي موجودة على سدة المسؤولية أي كانت، هناك مسائل اتفاق أو اختلاف، علينا أن نقدر كل الناس ونحن على مساحة واحدة من الجميع، يمين يسار شمال فوق تحت. لكن أنا عاوز أقول أن مسألة الحوار الوطني هو أو هي مسلمة للخروج من كل الأزمة، الحوار الشامل. ولذلك الرئاسة والعقلاء في مصر شعبا في المقام الأول وقادة ووزراء ومنهم السيد وزير العدل وغيره، نرفض بداية بدء ذي بدء التعدي على حق أي مصري سواء قبل الثورة أو بعدها، دي مسلمة لا نقاش فيها، حتى ولو كان هذا الرجل مجرم ومخطئ ومسجل خطر وارتكب شيء خطير يجب ألا يعاقب وألا يحاسب كما فعل معه في الشارع إلا قانونا، عبر قانون ومكان قضائي وسيادة قانون وأحكام قضائية باتة. لكن حتى فالرئاسة نفسها الحقيقة رفضت هذا الموضوع، والداخلية اعتذرت في شخص السيد وزير الداخلية، ويجب أن يقدم الذين فعلوا ذلك للمحاكمة، ومحاكمة واضحة شفافة علنية متابعة بدقة،
وبمنتهى الوضوح. تعتقد انه لو كانت واقعه السحل هذه جاءت يعني بشكل منفرد بدون الحوادث التي تعرض فيها عدد من النشطاء الشباب للقتل، كانت ستحدث مثل هذه الضجه؟ كانت سيعود حاله الغضب العارمه التي نراها توجه الى اقسام الشرطه بالشكل المؤسف اللي بنشوفه دلوقتي؟ لا، هو انا عاوز، ما انا قلت ده ولسه قلت ولا تقربوا الصلاه، لسه ما قلتش بقى وانتم سكارى ولا ما تصلوش خالص. فالذي حدث الان من حالة أو حالتين أو عشرة، هناك أكتر من 100,000 حالة، حالة اعتداء على أجهزة الشرطة. إحنا قمنا بالثورة ليه؟ وغيرنا النظم بفضل الله سبحانه وتعالى ليه؟ من أجل وزارة الداخلية الغاضبة والمتعنتة والمتجبرة على الشعب المسالم البسيط، من أول المخبر لغاية وزير الداخلية، ومن أول المرشد لغاية مرشد المباحث لغاية وزير الداخلية. فإحنا النهاردة لما نصور على أسس أن إحنا لازم نكون عندنا وعي. فالذي حدث الآن أن هناك مؤاخذات حدثت، شرطي واقف أعزل مش ماسك سلاح وعنده أوامر عليا لدرجة أنه بيصرخ يقول أنا عايز سلاح، وبتضرب وبتشتم وبتهان وبتقفز الناس فوق باب البلدوزر وفوق سور رئاسة الجمهورية، ويفتحوا الأقسام ويفتحوا الشرطة ويفتحوا المحافظات المدريات. لا، ده تجاوزات خطيرة جدا جدا جدا، واللي واقف ده بشر. فلما تحدث حالة، أنا مش ببرر موقف، وقلت في الأول لازم يعاقب وعقاب شديد، لكن لما يحدث تجاوزات علينا أن ننظر إلى هذه التجاوزات وإلى تلك. طيب، لا يجب أن تحدث هذه ولا تلك. بس أنا كان سؤالي، هل لكن وقعت السحل ثورة علينا في الشارع وكأن النظام هو دبع الناس؟ حول ما رجعناش لنظام مبارك. لا يا فندم، فضل. الفكرة واقعة السحل، هل لو كانت لم تأتي متزامنة مع مقتل النشطاء الشباب، نعم، كان سيحدث هذه الحالة من الغضب؟ حضرتك عندك شك ان في حالة من الغضب؟ لا، انا عندي شك، ما عنديش شك ان في حالة غضب، لكن عندي يقين ان في حالات مضادة لثورة مضادة كبيرة يقودها فلول النظام السابق وعملاء مأجورين وبلطجية مأجورين، والاغلبية قالت للراجل اهلا بيك احنا عايزينك تحكمنا، والاغلبية لسه من يومين قالت للدستور اهلا بيك وانا واحد منهم. فالنهارده يعني اشمعنى الشعب ده اتحول دلوقتي من غير بقدره قادر في خيال الشعراء اللي كانوا قبل الدستور بيقولوا لا 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 ده احنا مأمنين الدنيا، بس في حاجه جايين يعملوها قبل مجلس الشعب انتخابات. عند حضرتك تفسير في شرعية في مصر. عند حضرتك تفسير لاستهداف النشطاء الشباب في هذه الفتره؟ في فرق بين نشطاء شباب وفي فرق. انا ارفض ان يبقى في اعتداء على اي حد، حتى قلت لك لو مجرم مش مجرد ناشط بجد او واحد واقف بيضرب بالسور وبيعدي يقفز على رئيس وزير رئيس الجمهوريه ويبقى ناشط الشاب. لا، في فرق في نشطاء شباب اجلاء اقدرهم، في ولاد شباب محترم جدا نقدرهم. وعاوز اقول لك على حاجه، 6 ابريل احمد ماهر وخلافه من الناس المحترمين لما جم عند الاسر الاتحاديه وحصل ده انسحبوا، عايز اعرف مين اللي كانوا موجودين بقى؟ يعني الناس الشرفاء بتنسحب من المشهد الاجرامي. بس في بعض الشرفاء يعني، نعم، شفنا منهم نماذج توفت ايضا، ومش شرط يكونوا تابعين لتيار معين. نعم، ده شفناه صحيح. في شباب كثيرين لكن في اخطاء توفوا. في اخطاء، والحقيقه الواقع اللي يعني في الخبر القادم في، نعم، المصري اليوم. أيوة، يعني ناتي للواقع المؤسف اللي احنا فيه الان. نعم، عوده الداخليه في مواجهه الشارع في المصري اليوم، عنوان الجماعه باعت الداخليه، تصريحات تقول من قبل قيادات من الإخوان المسلمين رئيس بريء والوزارة تتحمل مسؤولية القتل والتعذيب. هنا فكرة، من المسؤول؟ هل الداخلية وقيادتها أم الرئيس والنظام؟ والنتيجة مؤسفة أن الداخلية عادت من جديد في مواجهة الشارع، والمشهد من جديد المؤسف اللي شفناه في طنطا، اللي شفناه في عدد من المحافظات. أولا الخبر نفسه والمنشور نفسه ده أنا أصنفه تحت مبدأ السفسطة الصحفية والنيورستانيا والأباظية الفكرية في الكتابة. أولا الداخلية ما عادت لتفعل ذلك على أرض الواقع، كون أن يبقى في حالة، عارفة الداخلية لو عادت يعني الرئيس أنور السادات في مايو 71 ماذا حدث؟ جاب خصومه كلهم والشعب قال له افرم افرم يا سادات، هما مش خصومه لأن كذا، قال له هما كانوا مراكز القوى واللي 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 واللي. الراجل مش راضي يتخذ، الرئيس مرسي مش راضي يتخذ ادنى اجراء استثنائي ضد احد، ضد خصومه، رغم انه مقدم ضد جميع اللي بيقولوا على نفسهم جبهه كذا وخصومه السياسيين المعلنين. ادله انا شخصيا بمتلك مجموعه منها وقدمتها للرئيس يدا بيد، ادله مسجله وادله مرئيه وادله مكتوبه ضد كثير من الشخصيات، ومع ذلك الراجل مش هاخد قرار استثنائي،
بالعكس انا مش عاجبني هو بيقول كده وانا مش متفق معاه في ده. حضرتك عايز حمله اعتقالات؟ يا سلام انا مش انت يعني انت بتأوليني ما لم اقوله. انا عاوز حسم في الدوله. في فرق بين اللي بيحصل النهارده فوضى. شوفي النهارده امشي في الشارع وشوفي اللي حضرتك عاوز حمله كتابات على الشارع. حضرتك لازم توقفي الغوغائيه اللي حاصله في المكتوبات على الجدران على الشوارع. مصر ما بقتش جميله. الناس في الشارع وانا جاي اتاخرت وانا جاي لحضرتك. في شيء اقصى انه في شباب بتموت. يعني اقصى من المخطوطات العالية. انا ما قلتش ان الدنيا فيها ملائكه يا استاذه، ما فيش ملائكه على الارض، احنا عاوزين نتصالح ونتصارح مع انفسنا الان. مش مطلوب مننا تاويل وتهويل وادعاء زي الخبر اللي محل الكلام ده، لان الداخليه بقول لك ليست مسلحه وليست ولا تحمل قرارات سياديه. ده بيشتكوا من ان يا جدعان انتوا غلينا واحنا بنتضرب وبنتبهدل، نسيب الشغل ونمشي؟ يا ناس الرئيس لن يحدث ذلك، وزير الداخليه لا، قرارات صارمه. يحصل موقف زي الاخ المسحول ان وزير الداخليه يعتذر وياخد موقف، لكن برضو مره اخرى بقول ما بدا يجب ان يعاقب من فعل هذا حتى ولو كان هذا المسحول مجرما او اخطا. لا يعاقب احد في الشارع بدون حكم قضاء. دور الجيش في هذا الموقف، هناك من تساءل هل اذا ما احتدم الامر امنيا سيعود الجيش إلى الشارع أم لا؟ هذه التساؤلات موجودة. وفي المصري اليوم تفاصيل لقاء مرسي بقيادات الجيش، وزير الدفاع يحذر من الصراع السياسي. طبعا ليس التحذير الأول من نوعه من قبل وزير الدفاع. ومصدر عسكري يقول القوات المسلحة لا ترغب في النزول مرة أخرى. يبدو أن الجيش لا يريد التدخل في المشهد السياسي، لا يريد حتى التواجد في الشارع. لكن هل يمكن أن نصل إلى مرحلة لا يوجد منها خيار آخر سوى تواجد الجيش؟ أولا علينا أن نسلم أولا أن نحن الآن نحكم بسلطة شرعية اسمها سلطة رئاسة الجمهورية برئيس منتخب مصري لأول مرة. دي نقطة. ما فيش مؤسسات بتتنازع السلطة. الحقيقة الفريق أول السيسي راجل محترم وراجل معتدل وراجل متزن وراجل عسكري وطني مخلص بيحاول يقوم بدور وفق ما يطلب منه. هو لا يخترع من عندياته ولا يطلب من تصوراته، إنما هو عليه أن ينفذ ما يؤمر به. والرئيس من حقه أن يجتمع بقياداته سواء الداخلية أو الشرطية أو العسكرية أو السياسية أو المدنية أو المحلية. فالرئيس حينما يجتمع به ليس معناه أنه بيعطله أمر انزل الشارع، لكن الحقيقه النزول الشارع دايما للقوات المسلحه لان هي دايما حصن امان بالنسبه للمواطن الحقيقه، وهي فعلا جيش مصر وجيش الشعب. فبتنزل في مراحل استثنائيه زي ما نزلت في السويس، زي ما نزلت في اسماعيليه، زي ما نزلت في بورسعيد، بدور مشرف استثنائي محترم لحمايه الشعب من بعض ما يقوم به القله القليله في احداث قلاقل في الدوله. لكن ان المرحله القادمه ان شاء الله امنه. والنهارده بدليل ان حضرتك في الخبر اللي بدات بيه معانا اللي هو خبر القمه الاسلاميه مفيش قلاقل، مفيش. لو مصر منفلته كانت حدثت اشياء لا تحمد عقباها. مصر امنه وعلينا ان نؤمل خيرا في المستقبل. ليس علينا ان نهول او ان نؤول او ان نفسر تفسيرات خاطئه ولا ان نعطي الناس حقن مسكنه ولا ادويه مخدره لتسكين المها كاذبا. لا، مش مطلوب، ومش مطلوب ان احنا ندعي حقائق مش موجوده او تصورات وهميه. في الوفد واشنطن تندد بانتهاكات الشرطة ضد معارضي مرسي واستنكارات دولية لاستغلال الرئيس أدوات مبارك في تصفية النشطاء. يعني من جديد هذا الملف، عدد من الشباب يعني كانت بتجمعهم صفات مشتركة، فكرة أنهم مستقلون، يعني قليل منهم من كان ينتمي إلى تيار بعينه، وهم طبعا تيارات معارضة كلها، كلهم من الشباب المتحمس في سن معينة، لهم أنشطة واضحة على شبكة الإنترنت. ربما يعني هذه الصفات المشتركة التي جمعت بين هؤلاء الشباب الذين توفوا بطرق مختلفة أثار القضية بهذا الشكل. تعقيبك على هذا الخبر. اولا اقف الاول عند الواشنطن بوست والجارديان والنيوزويك والتايم والفيجارو. اي جورنال في الدنيا جورنال مفتوح متعدد الاراء. لما تمسكي اي جورنال حتى الجرايد المسيسه لخدمه والمعارضه لخدمه نظام دون الاخر مش هتلاقيها من الاول كلمه من الترويصه لغايه الصفحه الاخيره مش هتلاقيها زي بعضها. الواشنطن بوست اللي حضرتك بتقول عليها وانا بقراها كل يوم، وانا بقرا الحمد لله اغلب هذه الصحف او ان لم يكن كلها،
بقف قدام خبر صغير بيبقى موجود واخد موقف، وبقف قدام منشط كبير جدا مؤيد لمرسي. القياده الامريكيه احنا ما مش يفرحنا او يضايقنا او يسعدنا او يغيظنا يا فندم. دي مش واشنطن بوست، دي وزاره الخارجيه الامريكيه، واشنطن نفسها. اوكي وزاره الخارجيه الامريكيه بتقول اللي هي عاوزاه، مش وصيه علينا. لكن رغم ذلك وزاره الخارجيه الامريكيه والرئيس الامريكي والقياده الامريكيه على علاقه محترمه جدا بالاخوان. ده يبقى انفصام عندنا وشيزوفرينيا ان احنا نيجي نقول شايف امريكا بترعى الاخوان، وبعدين في نفس الجلسه نقول خلي بالك شايف الاداره الامريكيه والخارجيه الامريكيه بتقول لا ده مصر وحشه والاخوان وحشه. لا، هذه تصورات مش ما نفكرش بصوره منقسم. وبعدين تقول اللي هي عاوزاه، لكن هي في نفس الوقت بتفتح علاقات وخطوط واضواء مع الاخوان وغيره. شكرا لك استاذ انيس الدغيدي الكاتب الصحفي. ومشاهدينا الكرام نذهب الان لمتابعه موجز لاخر واهم الانباء مع اشرف عبد العاطي. شكرا لك ايمان واهلا بك. صحيفة الديلي ستار البريطانية الكبرى، ده بتاريخ 2 أكتوبر 2016 معانا أهو صدام حسين اللايف، صورة لصدام الأصل وصورة لصدام الشبيه ووقوف على الكلام اللي احنا قلناه وبنقوله، وعلى ان انيس الدغيدي التقى بصدام حسين منذ عام 2010 الى 2016، ونشروا جزء من المكالمة السرية اللي بيني وبين الرئيس صدام حسين على موقعي على اليوتيوب، واهتموا جدا بهذا الحدث الكبير، ونشر بعض الصور الحقيقة للقائد صدام حسين الحقيقي. هنا القائد صدام حسين مع ياسر عرفات وخلفه عبد حمود وبعض قيادات الحزب وطه ياسين رمضان وبعض القيادات، وهنا صورة للشبيه فواز الأمير في المحاكمة نشروها، و بعدها نشروا لنا صورة يعني، وتوقفوا يعني كتير الحقيقة في هذا الأمر الكبير. صحيفة الديلي ستار البريطانية الحقيقة صحافة كتير اتكلمت، أيضا منها صحيفة بولسكا، هذه الصحيفة السلوفانية توقفت أيضا بشكل مستفيض وكبير جدا مع صدام حسين وإنه حي. هم من وجهة نظرهم إنه دكتاتور، هم من وجهة نظرهم إنه هو بطل، أنا ما يهمنيش وجهة نظرهم، أنا اللي يهمني إن هم توقفوا مع هذا الحدث الكبير الضخم. العالم مترقب صدام حسين، العالم ينتظر صدام حسين. هذه طبعا صورتي وصورة فواز الأمير الشبيه اللي في المحاكمة. الحقيقة عفوا دي مش صورة فواز الأمير، أنا آسف، دي صورة ميخائيل رمضان اللي هي صورة الحفرة مش المحاكمة، ودي بعض الصور لنا ومشهد إعدام صدام هنا اللي هو من وجهة نظرهم يعني ان احنا اعدمنا صدام، والبطل صدام في حادث الدجيل لما كان في 1980 اللي من بعده مباشرة بدأ صدام حسين يعمل ما يسمى بالأشباه ولعبة الأشباه. هنا مشهد المحاكمة التمثيلي لفواز الأمير الشبيه اللي هم قالوا عليه صدام وقالوا ده اعدام صدام، ومكررين اكتر وجايبين المشهد نفسه
وتوقفوا مع الموضوع وجابوا لنا فيديو لينا كمان واحنا بنقول الصور الاخيره لصدام حسين. العالم يهتز، العالم مترقب، العالم منتظر، العالم لم يتوقف فقط مع دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وانما العالم ايضا يتوقف مع الزعيم صدام حسين. ايضا صحيفة اخرى من النمسا، صحيفة كبيرة، الصحيفة الكبرى في النمسا، توقفت ايضا مع من وجهة نظرها ايضا لا يعنينا، هل تتكلم عن الدكتاتور صدام حسين ام تتكلم عن القائد والزعيم صدام حسين، تحب صدام حسين، تختلف مع صدام حسين، تكره صدام حسين، تتفق مع صدام حسين، ليست قضيتي، لكن قضيتي ان العالم الان يترقب، العالم ينتظر، العالم يقف على اطراف اصابعه، العالم يقف على قدم واحدة، العالم يستنشق زفيرا ثم قد لا يستطيع ان يكون زفيرا، لكن هناك قضية خطيرة تشغل العالم الان، هي قضية ترقب الزعيم صدام حيا. هكذا توقفوا مع ما قلنا وبعين الاعتبار والاهتمام. دي أمثلة من الصحافة العالمية كيف ترى صدام حسين الآن، وإحنا في لندن، أنا الآن في نوفمبر 8 نوفمبر 2016، العالم الآن يتوقف أمام هذا القدوم المفاجئ والساحر والمدهش لصدام حسين، العالم يتساءل، العالم يهتم، العالم يبحث. وإذا قررت أن تبحث عن أنيس الدغيدي وكيف تتواصل معه، ما عليك إلا أن تدخل معنا سواء على موقعنا على اليوتيوب هنا أو وتبحث معنا وتشاهد وتستمع إلى سيول الحقائق وأنهار المعرفة وتلال الوثائق والمعلومات والأخبار والحقائق المدوية التي تنفجر في ايديا اوت بوكس، فكرة خارج الصندوق. يجب أن نفكر خارج الصندوق، يجب أن لا نفكر بشكل تقليدي، يجب أن نكون عندنا إخلاص وعندنا قوة وعندنا جرأة وعندنا مواجهة. من هنا من بيت المعارضة السياسية نتكلم، من بيت المعارضة السياسية يتكلم معكم أنيس الدغيدي. هذه هي صفحتنا على اليوتيوب، هذه هي فيديوهاتنا على يوتيوب، يمكن أن تتوقف معنا في أي وقت، يمكن أن تزورنا في أي وقت. وهذا هو الفيديو الذي أذهل العالم وسحر العالم، هذا هو الفيديو تقريبا يصل الآن إلى 1,000,000 مشاهدة حتى الآن. هذا هو الفيديو الساحر، الفيديو الذي حرك المياه الراكدة مع أنيس الدغيدي. من هنا إذا أردت أيضا أن تذهب إلينا، يمكنك أيضا أن تذهب إلينا هنا على الفيسبوك، حيث صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، هذه هي الصفحة الرسمية، هتجد أنيس الدغيدي، بعض الصور لي الأولى مع الصديق العزيز أيمن نور. نختلف نعم، نتفق كثيرا، بيننا مشاعر صداقة وإعزاز نعم، بيننا اختلافات لا شك. وأيضا في المنتصف أنا أيضا مع السيدة جيهان السادات حرم الزعيم الرئيس محمد أنور السادات في أحد اللقاءات الصحفية والإعلامية والأسرية والعلاقات الصداقة التي تربطنا بهذه السيدة الكبيرة. ثم الصديق العزيز الراحل السيد طلعت السادات، نجل شقيق الزعيم أنور السادات. هذه الصفحة الرسمية لأنيس الدغيدي على الفيسبوك، وهنا تجد كل الأفكار التي خارج الصندوق، كل الوقائع والوثائق والحقائق،
كل ما نعتقد أنه صحيح، كل ما نفكر به، كل ما نقوله هنا، كل ما نعلنه، كل ما نتكلم به لكم هنا تجدون بإذن الله، هنا تبحثوا عنا، هنا نتفاعل، سواء كان أنا أو مكتبي. يعني معذرة قد لا أدخل كثيرا، لكنني أتواصل مع حضراتكم بقلبي ومشاعري ودمي. هذه صفحتنا على الفيسبوك. أيضا إذا أردت أن تدخل علينا على تويتر، فهذا هو الحساب الرسمي الوحيد لي. الحقيقة والوثيقة عنواني، هذه هي مبادئي وهذا هو شعاري، وهذه هي صفحتي وحسابي الوحيد على تويتر، حسابي الرسمي الوحيد. من هنا نلتقي، من هنا نتحدث، من هنا نفكر خارج الصندوق. كل التحية وكل الإعزاز وكل المودة.